افتتح سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل معرض التوظيف 2023 الذي أقامته كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين، وذلك بحضور سعادة السيد وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة رئيس مجلس أمناء الكلية. وتهدف الفعالية إلى تعزيز الإرشاد والتوجيه المهني لطلبة الجامعة عبر الاطلاع على الوظائف المتوفرة في سوق العمل والتعريف باحتياجات السوق من الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات الوظيفية. إدراكا من مملكة البحرين بأهمية مساهمات الجامعات الوطنية والخاصة والمؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب كشريك اجتماعي ضمن خطط وبرامج تحقيق موائمة مخرجات التعليم والتدريب، أطلقت وزارة العمل العديد من المبادرات الوطنية الرائدة والرامية إلى تعزيز إدماج الخريجين في سوق العمل والاستثمار الأمثل للموارد البشرية الوطنية. الحقيقة إقبال كبير من الشركات المتخصصة من مختلف النشاطات والفعاليات الاقتصادية اليوم موجودة في يوم المهن في بوليتكنيكس للالتقاء المباشر بالخريجين الطلبة المتخرجين ومحاولة جذبهم في التوظيف، عرض الفرص المتاحة سواء كان في التدريب على رأس العمل أو في التوظيف المباشر. سمعت بوليتكنيكس يعني من ناحية التقنية ومن ناحية توفيرها للعلوم والتخصصات اللي يحتاجها سوق العمل سمعة متميزة. مبادرات متنوعة يطرحها معرض التوظيف والتي من شأنها ستعزز مهارات التوظيف على المستوى الوطني وتخدم الطالب وصاحب العمل وجميع المعنيين بمستقبل سوق العمل. في كل سنة نحتفي بخريجينا في هاي الفعاليات وتتواجد معنا الكثير من الشركات، عدد الشركات التي تقبل على طلبتنا كثير بشكل كبير. الحمد لله نسبة التوظيف عندنا جدا عالية واللي يثبتها أن الشركات دائما تطلبهم، ونحن متواجدين اليوم بحشد كبير من الشركات يتجاوز 60 مؤسسة وكان من ضمنها مؤسسات أخرى عارضين أكثر من 150 وظيفة. طبعا احنا متواجدين اليوم لأن عندنا شراكة كانت ناجحة فترة طويلة مع جامعة بوليتكنيك، وفرنا وظائف حق الطلاب اللي موجودين معانا، في بعض الطلاب حتى وصلوا يدرسون ويشتغلون كدوام جزئي وبعدين وصلوا في الشركة حتى بعد تخرجهم تطوروا لما صاروا مدراء الحين عندنا. احنا بيننا وبين بوليتكنيك تعاون وثيق، واحنا نحاول نساعد الشباب البحريني ونركز على تدريب الشباب وتوظيف الشباب البحريني. اللي سويته اليوم اني مريت على اغلب الشركات عشان اشوف شنو الجوب اوبورتونيتيز المتوفره في السوق، ومنها اعرف شنو السوق قاعد يتطلب مني كانجينير، انا لان طالب هندسه الكترونيه فاشوف شنو السوق يتطلب مني كالكترونكس انجينير. هذا التعاون المثمر بين وزاره العمل وكليه البحرين التقنيه بوليتكنيك وصندوق العمل تمكين توج بتنسيق متكامل لتدريب وتاهيل الخريجين بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمه التي يحتاجها أصحاب العمل، وتعد هذه الخطوات التي قامت بها مملكة البحرين من الخطوات المتميزة التي توفر قاعدة متكاملة للخريج والطلبة للتواصل مع أصحاب العمل. تحت مظلة واحدة يقدم هذا المعرض العديد من الفرص التدريبية والوظيفية ويطرحها للعديد من الشباب لجذبهم للعمل والتدريب في هذه القطاعات الواعدة المشاركة في هذا المعرض. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.